خليه يموت تحت الصباط حرام. وصلوني صوتي خلي يسمع الناس الكل تسمع كامل الجمهوري. قول راهي المخلوقه هذه راهي ميتة وتمشي. المشكلة وين الواحد ولا يشك في روحه، يا هل ترى مجرم ولا ماهوش مجرم؟ خاطر المبدا نتاعك مخالف لرأيهم ومخالف لمبادئهم يعاقبوك. انواع نتاع تعذيب، انه يحطك في وسط شكاره، تصور انت يجيبوا قطط جائعه ويدخلك في وسط شكاره كبيره ويدخل وانت عاري الجسم ويدخل معاك هذه القطط تنهش جسمك باظافرها. قطع لي دبشي بالقوه عنوه، ومن بعد حل الباب قال يجوا الاعوان يجوا يتفرجوا فيها عريانه وعلقني ومعناها وامر الجلاد نتاعو باش يضرب. ضرب، عمل المستحيل، سب، عمل المستحيل. انا ما عنديش حتى اعتراف كاذب. انسان وصلوا معناه ينصلوا له في الذكر نتاعو، يعني تصور الانسان بخيط وبصنار يعملوا له في اشياء رهيبه، فهمت؟ وزيد فوق هذاك يدخلوا له معناه عصا في المخرج حتى لين تتقبل المعده، وقتها توفى الشهيد بركات. حاجات ما يتصلحوش، فما جروح ما تصلحش، فما حاجات ما ترجعش، فما حاجات تكسرت ما تصلحش في ولادي وفي عائلتي وفي زوجي وفي التو. انا ملي خرجت بقيت حتى للثوره، ملي خرجت للثوره 17 سنه ما نجمتش نصلح اللي تكسر في فك الاربع سنين. والتو حاليا التو للساعه هذية انا محطوط معناتها النوم مارجينال اون دور دو لا مارج دي لومانيتي. ناس تمشي هكا وانا ماشي هكا. يلزم تتكشف الحقائق وتتحل الملفات نتاع الفساد ونتاع التعذيب ونتاع القتل. ونشوف توا نربط بالحكايه هذه مع العداله الانتقاليه، نشوف توا ما نعرفش الحكومه شنو اللي عملت. انا مانيش نجبد في هذا، نجبد على الانتهاكات يعني حتى 2011 و2012 ومازالت متواصل الانتهاكات، و2013 ولحد الان مازالت متواصل الانتهاكات. ألقى القبض على الحريه والاحرار. ألقى القبض على الحرية والأحرار.